الله وبركاته. اليوم حنلعب نزال بكل طورات شجاع اللي عندنا وعلى اكبر حلبة. دول هم 16 بلبل من بلابل لاعب شهاب بلابل الشجاع، تقسموا لخمس اجزاء، الجزء الاول والثاني والثالث والخامس والسادس. اول جولة يا جماعة الخير قبل ان نلعب ب 16 بلبل كلهم، راح نختار بلابل معينة مثلا نوصلهم ل 10 او ممكن كمان 9 بلابل، فنلعب نزال بين 9 بلابل وكلهم بلابل الشجاع، وبعدين في نهاية المقطع راح نكمل نلعب 16 بلبل في حلبة واحدة. تأكد انك تتابع المقطع الاخير اذا ما كنت مشترك، اشترك فعل جرس المباشر يوصل لك المقاطع الجديدة اول باول. وترى يا جماعة الخير الفترة الجاية حتكون في مقاطع قوية خرافية مرة كثير، من ابرزها مقطع بكرة، فعل جرس التنبيهات على كل اشعار عشان يوصل لكم المقطع، وبرضه اضغط الزر الاخر لننشر المقطع هذا عن كل محبين بي باتل بيبليات في الوطن العربي. رابط متجر الكتروني حيكون تحت صندوق الوصف سويت توز، نوصل لجميع دول العالم وجميع طرق الدفع متوفرة، شيكوا على الرابط في حاليا خصومات على اغلب المنتجات وعلى اغلب البلابل. ويب يلا خلينا نبدا على طول باول جولة. هنختار بلابل، اول شيء حاشيل هذا طبعا شجاع منتصر من نيو بوي فما حنختاره، وهذا شجاع منتصر من توي برو، فصار عندي توي برو عادي توي برو نسخة خاصة، وهنا برضو بلابل مقلدة، فبس حناخذ المتقد والبارق من ايفليوشن، وحناخذ اللي فتحناه امس، اللي ما شاف فتحه روح شوفه، الشجاع نسخة خاصة الجارح، والشجاع العادي، والشجاع البركاني العادي، والشجاع البركاني خاصة، وبس هذول هم البلابل. يكون عندنا نزال بين 10 بلابل، يلا خلونا نبدا. اول جولة يا عين كل الباب تحطموا موقفين هنا، بس الشجاع الاسطوري اللي هو من السوبر كينج لسه قاعد دور هناك، فما نعرف نحسبها مين، بس انت حتطلع لكم بمنتاج مين فاز واخذ اول نقطه. الاولى كانت جوله خرافيه، بخلينا نشوف الحين الجوله الثانيه. يلا الشجاع المنتخب اوكي تعبوا يلا الله ينزل كلهم خرجوا، ليش؟ كبر الرمان احنا يلا الشجاع الباقي شجاع ديناميت حيفوز يا الديناميت. اول نقطة للشجاع حتكون شجاع الديناميت. اخيرا جولة اوكي شجاع مصر حطم اوكي يلا بارك يلا شجاع بارك يلا ثلاث جولات وبس اللي فاز هو الشجاع الدينامايت اخذ نقطة واحدة بس. ايوه محمود لا الشجاع اتحطم لا كيف هذا فاز؟ اللي بعدها ولين ذحين نقاط، واحد للشجاع الدينامايت وواحد للشجاع المنتصر. كيف حطم دينامايت؟ منتصر ما انطلق الخسران ما يبغى ينجز كفو هذا ما زمن يلا شجاعي اوكي فوز شجاعي الشجاع ال ايش اسمه الشجاع المكان يب يا جماعه الخيف هذا كيف تحطه شجاع سوبر كينج ده شجاع البارق من شجاع بارق مستحيل حتى شجاع دينامار متحطم بس شجاع والله شكلها كانت جولة خرافية. طبعا اللي ما يعرف احنا لما نرمي بلابل ابدا ما بركز في النزال، فالنزال يكون لكم، احنا نكون مركزين على كيف نقدر نرمي البلابل كلها. الدور ان نزيد بلبل للمجموعة، فحنزيد شجاع منتصر نيو بوي. ما ظبط انزل ما ظبط جبال غوك شجاع الدينامايت فاز المرة التلفزيون بعدين انت بان تلخبط رميت شجاع ال ايش اسمه شجاع البركاني من هاسبرو بدل ما ارمي شجاع من نيو بوي فبس ولا لسه؟ لا لسه باقي الجولة السادسة. شباب احنا في العادة جدول تصويرنا ان نصور مقطع في الليل وننزل لكم ثاني يوم الساعة 2 الظهر، يعني كذا نصور مقطع انا عاطل ثاني يوم ننزل، بس اليوم كان المفروض انزل لكم مقطع ثاني، ولما ننزل مقطع ثاني يصير لازم ننزل مقطع اساسي لليوم في نفس اليوم، يعني زي هذا المقطع الحين قاعدين نصور الساعة 1 الظهر بتوقيتنا حننزل لكم بعد ساعة، فيعني فرق بين ان احنا قاعدين نصور وانتم تشوفوه ساعة واحدة بس، حتى ما منزل مقطع مرة كثير، حتى ملاحظين هذا الشيء اتوقع، بس اليوم كان المفروض انزل لكم مقطعين بس اجلنا المقطع الثاني لايام عديدة قدام ان شاء الله، يعني بعد ننزل مقطع ثاني. قدام فمقطع بكرة اذا احنا عايزين في بالي حننزله، انا ما اتوقع حننزله بس اذا نزلناه
حتى عبد الرحمن بغلطه فطلع في الانستغرام عنده في ستوري الانستغرام ايوه بس الحذف السابق خلاص يعني قلت له احذفه فكثير منكم شافوه بس الحمد لله ما حد كلمني يعني الحين بس انا متاكد ان كثير منكم اللي شافوه يعني فترقبوا يا جماعه الخير وحكم مقطع بكره انا كنت باجل بعدها بشهر بس قلت ابدا ما ينفع اني اجله عشان لا تخرب اشياء مره كثير فعشان كذا عشانكم ننزل بكره يلا كفو الجو اللي بعدها هذا الله المصطوره ما ادري بس هي اكثر من واحد في حطم واحد يب شجاع الهاشم رد اخر واحد انه هو يفوز بس في الاخير هذا حطمه ما كبيت تكون الجوله ما قبل الاخيره حلو يا ساتر طيب خلصنا حلو بلامج جديده في أربع ملاعب ما تقدمناها في مقطع اليوم فاز هذا اوكي ثاني مقطع لا واحد يا بابا بس اخر جولة طبعا حنضيف لها أربع ملاعب يا جماعة الخير يكون النزال بس بين هذول الملاعب اذا هذا فاز خلاص هو يسوي اسطوره فاز كل الجولات ايش رايكم نزال اليوم اتمنى ان اعجبكم بعد قال هناك بيشر لي اصبر شويه وصل لك هو شغال وصل لك خدام لك على المشاهده ومع السلامه وعلى اللي بيعرف انا اليوم بسرعه عشان امي سوت الغداء وانا قاعد اصور من اول وجعت وقفت معاي هو اللي فاز هو هذا البلبل الصور يب هو فاز في اغلب الجولات شوفوا الساعة 1:49 دقيقة يعني سوي لنا حوالي 55 دقيقة نصور فوصلنا للختام شكرا على المشاهدة ومع السلامة شيخ طلع مقطع 3 دقائق حنزله ما صلح من اكثر منجات العاب اللي احدثت ضجه في كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو الصبار الراقص او الصبار المتكلم وصل سعر المنتج في السعوديه لاكثر من 200 ريال سعودي لان المنتج حاليا منقطع من السوق في متجرنا وفرناه بسعر ينافس سعر الجمله فتقدر تشيكوا على الرابط حيكون في البايو رابط المتجر والحقوا على كميه تراها جدا جدا محدوده واللي يميز المنتج لو حتشتريه من متجرنا انه حيجيك بالشحن ما حيجيك بالبطاريه زي ما انتم شايفين طبعا حيجي معاه الشاحن نفسه جماعه الخير الحقوا ترى السعر لو كان بالشحن يرتفع لانه بالبطاريه حيكون ارخص فاحنا بالشحن وارخص من السوق ونعتبر ننافس سعر الجمله نقطه اخيره على المنتج اللي طلبتوه من عندنا بهذا الزر حيقدر انه يسمع كلامكم ويرددوا في نفس الوقت الحركات اللي كان قاعد يسويها قبل شويه وبهذا الزر الثاني حيشغل اغاني وحيرقص عليها